الحفلة كان أعمق أهم، وبيتهموا دلوقتي الفن إن هو بقى مش كل الفن كمجمل تمثيل وغناء، إن هو ليه الكتاب بقوا سطحيين كده؟ ليه الكتاب بقت الموضوع ضرب وخبط بس؟ طيب نحافظ على أولادنا أجيالنا. زمان كانت الرواية خدها نجم، كان فيها مثل وقيم، إيه اللي غير الموضوع؟ لما يبقى عندنا واحد زي الأستاذ عبد الرحيم كمال، لما يبقى عندنا واحد زي الأستاذ محمد جلال عبد الأول، لما يبقى عندنا زي جداد يعني أستاذ عمر الدرديري، لما يبقى عندنا ناصر عبد الرحمن، لما يبقى عندنا مثلا 10 سيناريست 10 كتاب بالمستوى ده، يبقى احنا أكيد في التقدم. يبقى عندنا فنانين، ما نخافش على فننا. لا ما نخافش على فننا. نخاف عليه ازاي؟ الناس بتجتهد والناس وبتولد اجيال تانية كتير. ده امثله اللي يعني انا قلتها. انت ضد الراي ده؟ انا ضد الراي ده طبعا. الفن بيتقدم وبيزدهر، والشركات الجديده كمان الميزانيه بتاعتها ضخمه، بتتيح ان احنا ننتج اعمال ما كناش نقدر ننتجها قبل كده. يعني سر الباتع دي كان صرف عليها واضح اللي هو مكلف. الامام رساله الامام اتصرف عليها قد ايه؟ ممكن في لحظات قبل كده ما كناش نقدر نصرف الصرف ده، لكن دلوقتي في صرف وفي اتجاه من الدوله لتقويه ودعم الاعمال الفنيه. اصدقائك المقربين ليك دلوقتي عاملين ايه؟ متقلبيش عليا مواجع، لان انا ممكن اعيط في ايديك. انا اصحابي كلهم ماتوا، كل اصحابي اللي انا اتربيها. فالفضل يعني الفضلين موجودين، معارف واصدقاء وناس محترمين جدا جدا جدا، يعني بنتودد انا ورمزي العادل والاستاذ منير مكرم والدكتور اشرف زكي وناس كتير، يعني وزملاء في بدايه الطريق وزملاء في وسط الطريق وزملاء، يعني بنتودد لبعض. انما اصحابي اصحاب اللي احنا اتربينا وعشنا. يعني مثلا احكي لك على مواقف بيني وبين الفيشاوي مثلا وقعدي. مره رجعنا من ميدان التحرير ماشي احنا الثلاثه، معناش فلوس، ما حدش صدقها من ميدان التحرير لغايه مصر الجديده. مين؟ انا والفيشاوي وقعدي. ما كانش معانا فلوس. معاك كام معيش؟ رحنا قعدنا في محل كده بيبيع حاجات حلوه اسمه ايزافيتش، شربنا شاي وشربنا مش عارف ايه وشربنا كان رز بلبن. صرفنا الفلوس، جاب في كام؟ مفيش ولا مليم. فجينا ماشي. ففي ذكريات بيني وبينهم، بيننا احنا الثلاثه واحنا الاربعه وشوقي شامخ وسعيد طربيك وسعيد صالح. خلاص يلا. الله يرحمهم ويغفر. الله يرحمهم كلهم. بتقعد مع نفسك كده شايف مشوارك ازاي؟ الحمد لله ان يعني ربنا قدرني ان انا اعمل مشوار